الأصحاح الرابع والعشرون. وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟ فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟ فقال يسوع: ماذا حدث؟ قالا له: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت. لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلن إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه. فقال لهما يسوع: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟ وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار. فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟ وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون: قام الرب حقا وظهر لسمعان. فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم: سلام عليكم. فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم: أعندكم طعام هنا؟ فناولوه قطعة سمك مشوي.
فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا. ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.